السلام عليكم، تحية طيبة أيها الطلاب. اليوم سنتعلم الأعداد من 11 إلى 100. نعم أيها الطلاب الأعزاء، لو تذكرتم، نحن في الجزء الأول من الكتاب قد ذكرنا وشرحنا موضوع الأعداد من 1 إلى 10. نحن في الجزء الأول من الكتاب قد أخذنا هذا الموضوع، قلنا الأعداد من 1 إلى 10 نقرأها ونكتبها بشكل الذي قد درسناه واحد، وقد درسنا قراءة وكتابة. حسنا، اليوم سنتعلم الأعداد من 11 إلى 100. هذا الموضوع قد ورد في الوحدة الخامسة، الصفحة 123، قد جاء هذا الموضوع، ونحن اليوم إن شاء الله نتعلمه بطريقة سهلة ومشوقة إن شاء الله. في البداية أعزائي الطلاب، علينا أن نتعلم الآحاد والعشرات. علينا أن نتعلم الآحاد والعشرات. ما هو الآحاد وما هو العشرات؟ حسناً، الآحاد نقول الآحاد كل ما يتكون من رقم واحد. الآحاد كل رقم أو كل رقم يتكون من رقم واحد، هو كل ما يتكون من رقم واحد. مثال: واحد، هذا العدد كون من رقم واحد. اثنان، أيضا ثلاثة، وأيضا أربعة. هذه الأرقام إلى 9 نسمي بالآحاد. أما العشرات هو ما يتكون من رقمين. مثال: 10، 20، 30، 40، 50 إلى 90. حسنا، الآن قد تعلمنا ما هو الآحاد وما هو العشرات. قطابي خوشوي سكان لا درس كاني في شوترا إما باسي جمار كان ما كل جمار يكتاوك وجمار دمان زاني بعربي جي بي او تريو لباريش ما كرت امرو فيري جمارة كان ابين ليان زواني هتاوكو نونو يعني هتاوكو صا باشا بيش اوي اما بچينا سر اوي كا اما ليان زب خيوني نو هتاوكو صا بيوسا شتيك جياب كينو ايش بريتيا لوي كا بابزانين احاد شيا لقب عشرات شيا علين احاد خاني يكان بريتيا لجمارة يك او جمعراني كلا يك جمارة بيك دين هتاوكو جمارة نو يك دو سي شوار أمانة ميان بيان أو تري خانية كان بيان أو تري الآحاد بلام شتيكي تر معنى بيو تري العشرات عشرات بريتيا لدو جماري كان أو أنا بيان أو تري عشرات دا بي سي هتاو ونوت أمانة بيان أو تري عشرات إمرو إيما فيري أو ببين شون خاني آحاد لقل عشرات بيك أو بخوينينو شون خاني يكان لقل ديان بيك أو بخوينينو عنه استعجينا سر اويكا چون بخيوني نوانه. نعم، في البداية علينا أن نتذكر قراءة الآحاد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. هذه الأرقام أرقام الآحاد، هذه الأعداد أعداد الآحادية. نعم، الآن نقرأ العشرات. هذه الأعداد أعداد العشرات. نعم، عشرة، عشرة، هذا العدد 20، وهذا العدد 30، وهذا العدد
40، وهذا العدد 50. أيضا هذا الرقم 60، 60، وهذا العدد اسمه 70، وهذا العدد اسمه 80، وهذا العدد أيضا اسمه 90. حسنا، قد قرأنا قراءة العشرات من 10 إلى 90. لو لاحظتم أيها الطلاب، حينما نقرأ العشرات نلاحظ أن الأرقام أو الأسماء يشبه تماما بأسماء الآحاد. فمثلا كنا قد نقول لثلاثة ثلاثة، ولكن هنا نقول ثلاث، فقد نزيد على آخر الكلمة واوا ونونا. ثلاث، أربعة، نزيد واوا ونون وتصير 40. هكذا والله كانم يستا جمارة كان لدو تاو كنا ودورا قريم اگر سير بكين دمان خندو خو مان دو پیش بلام اما اجدو خاني 10 لبرو خاني ديان ول دو جمارة بيگاتوا بلام اگر سير كين جمارة 20 نا وكي هروكو 10 بلام واو نون يك لاخير كي دانين لسي شو لجمارة سي شو هتاو كنا و هروكو اواني تر ان خوني نو 3 بلام تيكي ليكي نو واو نون يكي بو دانين وكو ايك زردم كردو همي ابينن 4 40. اگر بلي 4 يعني شوار، اگر بلي 40 يعني شل، 50 هكذا، 60 شصت، 60 ستة، واو نونك ما بيو كدو بو با شصت، 7 70، 7 يعني حوت، 70 واتا حفتا. بمشي ويا زاني من جمارة كان دا بيسية تاو كنوا شي بيو تري بيويسة لسر توي قتابي خوشويز أمانة لبركي كزور لبركردين يزور آسانا هر وكو جمارة كان يتروايا بلام تنها وونون يقو آخي لكي دابنو طاو أبيد. نعم، الآن نقرأ الآحاد مع العشرات من 11 إلى 19. حسنا، الآن لدينا سؤال، كيف نقرأ الآحاد مع العشرات؟ نعم، سؤال رائع وجيد. نعم، نقرأ الآحاد ثم العشرات. لاحظوا، نقرأ الآحاد ثم العشرات. فمثلا هنا العدد 1 مع عدد 10 يساوي 11. إذن في المقابل هذا الرقم اسمه في 11 1 تصير 1، وعشرة 10، إذن 11. قولا كانم يستأي مخانية كان الخاني ديانا أخيوني نواني چون بخيوني نواني علين يكم جار خاني يكان أخيوني نوا باشان خاني ديان أخيوني نواني. يعني چون؟ يعني بون مونسة تو جمعري عنزو هيا جمعري عزدا خاني يكاني بريتي لچي ليك جمعري عنزا ليك ولا دبيق ناتوا يك خاني يكان نيا دش خاني ديانا. باشا، ام يكم جار خاني يكان اخواني نوانه خاني يكان لجمار يانزا چي بي اوتري بعربي احد واحد ابهبا احد دا يكش معن هر وقو خوي انو سينو دا عشرة واحد ابهبا احد هر دو كان بيكو اخواني نوانه چي احد عشرة احد عشرة. باشا، بابچين بو جمار دوانزا اثنا عشرة، اثنا عشرة جمار دوازدا لخانه يكاني دو بيغاتوا لغل خانه دياني دا ام دوانا بيكوانا كاتك ايان خيواني نواني دو لغل دا يكام جار بدو او تريتشي اثنان بالام لجمار دوازد نونكي لا اتيا نونكي ناخيواني نواني اثنا دو ما دو منزاني ما دو اسمكي چيه اثنا ثم هذا العدد عشرة ناو اسمكي چيه عشرة. باشا، بيكو بون بچي اثنا عشرة ام جماريا هذا العدد اسمه اثنا عشرة، هذا العدد اسمه اثنا عشرة. حسنا، لنذهب الى 13، هذا العدد اسمه 13، هذا العدد اسمه 13. كيف؟
هذا الرقم أو هذا العدد اسمه 3، وهذا العدد اسمه 10، إذن صار 13. رائع. إذن بهذا الشكل نقرأ الأرقام من 11 إلى 19، نقرأ أولا الآحاد ثم العشرات. بعشق لك أنا. حسنا، فالآن نقرأ 11 إلى 19. 11، 12، 13، 13. اگر سیر بکن زردکا و عطا او جمعره که بو بلنوسی ناچی لیاتوا سپیکش رقم سپیکش ناوکی بس بی نوسراوا. باشم باشیم بو چوارده. 14، 14، 15، 15، 16، 16، 17، 18، 19. حسنا، إذن قد تعلمنا كيف نقرأ الآحاد مع العشرات من 11 إلى 19. هيا لنذهب كي نقرأ الآحاد مع العشرات، ولكن من 21 إلى 99. نعم، فالآن نقرأ الآحاد مع العشرات، ولكن من 21، من 21 إلى 99. كيف نقرأ؟ قلنا نقرأ الآحاد أيضا ثم نقرأ العشرات. نقرأ الآحاد أولا ثم نقرأ العشرات. بولا كان بيستج معرة بستو يقور أجرين هتاو بج معرة نوتو نو إما ل لكردية أجر بيخو إنه يكم جار ألين بست إنجا يك بستو يك بستو دو يعني ألين سي سي يك يعني كم جار إما بستا كان يان سي كان يان شل كان خاني ديان أخو إنه إنجا خاني يكان بلام العربية يكم جار خاني يكان أبي بيخو إنه إنجا خاني ديان بخو إني توانه بون من اگر است امش معری بیست و یک ور بگریم با کردی پی بلین الان بیکم جار بیست که آخرین الان بیست یک بیست و یک بلام لعربیا نه یکم جار شما را کم که آخرینه اینجا شما را زور که آخرینه یک شتی تریش جوازی ابی اما لچاو شما ریان زتان وزده آیا حرفی کی واو لبینی شما ری نوی یکمو نوی دوما دانه اذن هذا الاسم هذا العدد اسمه واحد، ثم نضع واوا بين الاسم الأول والاسم الثاني، ثم هذا العدد اسمه 20، هذا العدد اسمه 20، إذن نقول 21، 21. حسنا، هذا العدد اسمه 2، ثم نضع واوا ثم هذا العدد أيضا اسمه 20، إذن حينما نقرأ نقول 22، 22. حسنا، هذا الرقم أيضا أو هذا العدد أيضا، هذا العدد اسمه 5 وهذا العدد اسمه 20، ثم حينما نقرأ كلاهما معا 25. قد نسيت واوا هنا، يجب أن نكتب واوا هنا. 25 كواتا سزاني من چون لبستو يكتا وكونه هنا أخويني نوانه أريج يكم جار جماري يكم أخويني نوانه پاشن جماري دوام واتا يكا أخوينو إنجا بستكا جمار بونونا غر سيو پینج بي پینج اكا أخوينو إنجا سيكا ألين پینج شي بيو تري پینج خمسة سي شي بيو تري 30 خمسة جاوت من واوا كجل بيني أنا دانين 35. هكذا نقرأ الآحاد مع العشرات من 21 إلى 99. الآن لدينا بعض التطبيقات على ما قد درسناه، فمثلا إذا أخذنا هذا العدد، هذا العدد حينما نقرأه اسما وكتابة نقول
ثلاثة وثلاثون، ثلاثة وثلاثون، سبعة وأربعون، سبعة سبعة وأربعون، خمسة وخمسون، أربعة وستون، أربعة وستون، تسعة وسبعون، اثنان وثمانون، واحد و واحد وتسعون. هكذا نقرأ الآحاد مع العشرات. في البداية نقرأ الآحاد، ثم نضع واوا، ثم نقرأ العشرات. حسنا، فالآن نذهب إلى التمارين الواردة في الصفحة 130. في الصفحة 130 قد جاء تمرينين، الآن نقوم بحل تمرينين أو حسنا، لنقرأ التمرين. فماذا يطلب منا؟ صل كل عدد باسمه، صل كل عدد باسمه. هل يك لو عددنا أجيني با أو إخوي؟ ثلاثون، حسنا، هذا ثلاثون، حسنا، سبعون، سبعون، خمسون، نعم خمسون، نعم. إذن ما بقي أن تقوم بحل أو ما هو توانا خو حلي بقولي من أو يعني خو بيجينا با هر العدد يك بيجينا با اسمك أي هر يك يك الرقم كان هر يك يك الجمع كان بيجينا بنا وكي. إذن الآن لنذهب إلى تمرين 12 الوارد في الكتاب. استمع، اسمع ثم اكتب على وفق من المطلوب. ما مصاك بود أخوينا توانيو توج ناوكي أنوسي، توش جمارك أنوسي، أما أنا بنوسي نسراون، تو بجمارة أنوسي. أقرأ العدد الأول، اثنا عشر، اثنا عشر، فعليك أن تكتب هذا العدد رقما، رقما، اثنا عشر، اثنا عشر، اثنا عشر، أربعة وثلاثون، أربعة وثلاثون، أربعة وثلاثون، واتاشن ثلاثون وثمان وعتاسي شواريش أربعة كواتاسي شوار سي سيو شوار. نعم، سبعة، سبعة عشر، سبعة عشرة، سبعة حوت عشرة دا وعتا حفة، سبعة عشر، نعم سبعة عشر، حسنا، ستة وخمسون، خمسون وعتا بنجا، ستة وعتا شاش كواتا بتشان بنجاو شاش. حسنا، بهذا نستطيع أن نكتب أو نقرأ الأرقام أو الأعداد العربية. حسنا، واحد وتسعون، واحد وتسعون، تسعون واتاشن واتا حفتا، أي واحد واتا يك كواتا حفتا ياك، واحد عفوا واحد و واحد واتا يك وتسعون واتا نوت، تسعون تسعون واتا نوت كواتا نوتو يك كواتا نوتو يك، شون اينوسين يا سابا نوسين اينوسين